السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة لايف سلوان نور. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي هنعمل وجه دبدوب كده بشكل جميل وبسيط جدا، ينفع يتحط على الملابس بتاعت الأطفال والشوزات والطواقي البطاطين، ليه استخدامات كتيرة قوي. هبقى أحط لكم صور نماذج تشوفوها إزاي ممكن نحط الوجه ده، ويلا بينا نبدأ ونشوف الخطوات مع بعض خطوة بخطوة. طبعا احنا هنحتاج لعيون، وممكن ما نحتاجهاش يعني، ممكن الابره، ممكن كمان الابره والخيط الاسود كده، ممكن نعمل العيون، وكمان عندك البق كده والمناخير. طيب دلوقتي هنعمل الدايره السحريه، هلف الخيط على صبعي كده واسحب الخيط، هرتفع 2 سلسلة، ودول سلسلة ارتفاع. انا داخل الدايرة هنا هعمل 12 غرزة عمود بلفة، هلف الخيط على الابرة واعمل 12 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4 5 6، هكملهم 12 عمود. زي ما شايفين انا عملت هنا 12 عمود بلفة، هضيق الدايرة بتاعتي بالشكل ده. وهروح على اول عمود انا بدأت فيه اعمل منزلقة بالشكل ده. دلوقتي السطر الثاني هرتفع 2 سلسلة، وبرضو دي سلسلة ارتفاع، هلف الخيط على الابرة وفي نفس المكان هعمل 2 عمود بلفة، هعمل تزايد في كل غرزة 2 عمود بلفة في نفس المكان بالشكل ده. هروح على الغرزة اللي بعديها، ادي اول عمود وادي الثاني، وهكذا هيطلع معايا 24 غرزة عمود بلفة بالشكل ده. كل غرزة بتقابلني 2 عمود بلفة في نفس المكان بالشكل ده. هكمل كل الدايرة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين انا عملت 2 غرزة عمود بلفة في كل غرزة، طلع معايا 24 غرزة. هقفل في اول عمود بمنزلقة بالشكل ده. انت لو حابة تكبري الوجه بتاعه، يعني حابة تكبري وجه الدبدوب، تعملي كمان سطر. هتعملي ازاي؟ هترتفعي 2 سلسلة، واول غرزة هتعملي عمود بلفة، والغرزة التانية 2 عمود بلفة، والتالتة عمود، والرابعة 2 عمود، يعني مرة كده، مرة من غير تزايد ومرة مع تزايد. طيب انا كده هكتفي، لان انا هعمل كده الوجه ده لاطفال، فالحجم ده مناسب جدا. دلوقتي هرتفع سلسلة واحدة، هلف الخيط على الابرة، هسيب الغرزة دي اللي هي على طول اللي ورا السلسلة، هروح على اللي بعديها واعمل 5 عمود بلفة في نفس المكان. هلف الخيط على الابرة، هسيب الغرزة دي الاولى واروح في التانية كده واعمل 5 عمود بلفة. ادي 1 2، احنا هنعمل الودان، 3 4 5، واروح على نفس الغرزة على نفس المكان، اسحب واعمل منزلقة بالشكل ده. دي الودان الاولى. دلوقتي هروح على الغرزة اللي بعديها على طول واعمل منزلقة. ادي 1 2 3 4 5 6 منزلقة بالشكل ده. هرتفع دلوقتي سلسلة واحدة، هلف الخيط على الابرة
واسيب الغرزة اللي بعديها واللي بعديها على طول، يعني نسيب واحدة واللي بعديها نعمل 5 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4 5، وعلى الغرزة اللي بعديها اعمل منزلقة وكده هأمن الشغل خلاص. بالشكل ده، ده الوجه بتاع الدبدوب. زي ما انتم شايفين انا عملت هنا كمان في اللون الاوف وايت او الابيض، مش مشكلة، نفس الخطوات اللي انا عملتها هنا في الدايرة الاولى اللي هي 12 عمود بلفة. يعني عشان وقت الفيديو طبعا احنا عملنا 12 عمود بلفة وخلاص، هتقفل الشغل وتقطع الخيط وتخفي الخيط ورا الغرز كده، وبعدين هنجيب الخيط والإبرة اللون الأسود بالشكل ده، هحطها هنا، هروح هنا على السنتر على المنتصف على طول هنا. طبعا أنا عملت عقدة عشان الخيط ما يفلتش مني، وهنا هروح على طول قصاده وانزل الخيط بالشكل ده، ارجع تانية على السنتر في المنتصف كده، واروح هنا بالشكل ده، ارجع تاني على المنتصف عشان اخد الناحية التانية عشان يبقى شغلنا كده مظبوط. اهو الناحية التانية اهو هنا بالشكل ده، طيب انت لو حابة تكملي يعني العيون في الخيط، وممكن تحطي العيون زي ما انت شايفة كده لو متوفر عندك العيون الصغيرة دي، لو مش متوفرة ممكن نعملها بالخيط والإبرة. زي ما شايفين انا عملت هنا اول عين، وتاني عين انا هعملها معاكم عشان بس وقت الفيديو. لما اعمل اول عين اروح كده من الخلف واثبت، بس هدخل كده في الناحية التانية، هدخل كده من الغرزة الخلفية بتاعت اللون الابيض بالشكل ده، وبعدين ألف كده على الإبرة الخيط 6 لفات ادي 1 2 3 4 5 6، وأسحب الإبرة كده على الخيط بس ايه بشويش كده على مهلك عشان تكون عندي العين. بالشكل ده اهو، وهثبتها وهظبطها طبعا بالشكل ده زي ما انت شايفين، هنثبت الخيط وخلاص كده. وده كان فيديو النهاردة، أتمنى يكون عجبكم. طبعا لو عندك العيون دي هيبقى شكلها كمان لطيف جدا، وكمان كده لو مش متوفر عندك برضو شكلها حلو. كمان ممكن تحطي الدبابيس بتاعت الطرحة السوداء، يعني تلضمي الإبرة بتاعتها وتلزقيها مكان كأنه كده عيون، أو ممكن تجيبي خرز يعني أسود صغير وتلزقيه مكان العيون. أتمنى يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم يعني، واستنوني إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.